مرفع الراية والهامة. الآن في نسختها السابعة استضافت Entrepreneur Middle East الحدث السنوي لجوائز Enterprise Agility 2020 لتكريم الأفراد والشركات الذين قدموا مساهمة بارزة في النظام البيئي للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أقيمت جوائز أجلتي 2020 في فندق سوفوتيل دبي The Obelisk في 15 ديسمبر 2020، وهي عبارة عن إنتاج لريادة الأعمال في الشرق الأوسط مقدمة من دو وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي للشركات الناشئة وجولد إيلاي نستلي وإيكوسيستم بارتنرز إن فايف دبي ومايكروسوفت للشركات الناشئة في الشرق الأوسط. وفازت في جائزة صاحب الرؤية لهذا العام الشيخ انتصار الصباح مؤسسة انتصار الخيرية.